الإرهابي حسام علي بكور يروي كيف التحق بتنظيم القاعدة في العراق وقاتل في صفوفها، ويقر كيف خطف وشركاؤه 14 شخصا بينهم 4 بنات، وكيف تم اغتصابهن وذبحهن في باب عمر بحمص. حسام علي بكور تولد الدو مواليد 79، اشتغل عامل حر، اجي محمد علو حكى معي باب عمر على الدوار على الهاتف، جيت لعنده أنا مشتغل 1 2 3، أنا من طال العراق أنا وياه منروح هنيك من القتل، يعني شوف 3 سنوات من القتل مع شو اسمه مع القاعدة، مشان هي ضد الأمريكان طلعنا أنا ومعي جواز سفر، قال لي أروح أنا بطلاق تحريب، ركبنا سيارة فتنا نص بغداد، سألته وين هي بغداد، فتنا عنده نص بغداد، أخذنا على المجموعة ما كنت أعرفها، مجموعة كبيرة يعني فوق التكي من 200 وانت طالع جبت القاعدة هذول، صرنا عاد اعطونا سلاح وصرنا الامريكان بسلاح، انا اعطوني باروته هو استلم رشاش وباروته وقنابل وصخيرة هو استلم شيء كبير، انا اعطوني باروته يعني اول احداث انا معها، اعطوني الباروته و4 مخازن وصرنا عاد عملت 9 أيام عشان نشتغل معه، بعد 9 أيام قال لي نحن خلصنا مهمتنا، أنا اليوم نروح هلا، قال لي نحن نرجع على سوريا، ضل 9 أيام عاد تركناه وسلمنا سلاحنا ورجعنا عاد على سوريا، فمثل ما فوتني طلعني، رجينا وين على باب عمر، جينا باب عمر لهون كانت الأحداث مبلشة، فتنا لهون صرنا عاد نبلش بالحواجز. أدرع على هواجس جيش أو بالجيش، هو جاي يجيب سلاح، منين كان يجيب سلاح ما كان يحكي، إن أنا منين كان يجيب سلاح يا أحمد علو، قال لي والله من العراق، طلع العراق، قال لي إيه كنا نجيب طلع العراق، أنا شفتنا إحنا انتهيت لهون، ومجموعتنا انتهيت، في مجموعة تانية عندها اختصاصها، وقفنا، تاني نهار الصبح اللي في 4 بنات، نحن كنا مجموعة 5، في 4 بنات يخطفون. قلت له وين هذول؟ قال لي هذول باب عمر وبال نفس باب عمر يعني حواليها الانشاءات ما الانشاءات. جبناه الاربعه خلفناه هون، اخذناه هون عم ادور باب عمر على الابو. فوتناه لجوا لتحت، طمشناه هون فوتناه هون، نزلناه لتحت وتركون. اروح انتم هلا بكره الصبح طالع نحكي بعض نجي. رحنا ثاني نهار الصبح جايين عنده الصبحيات. شو قلنا؟ قال له هلا بنمارس معه هاي الجنس الأربعة، كل واحد بمارس وحدة، بضل أنا وحدة آخر شيء بمارس معه، مارسنا معه هاي الأربعة نحن وظلت وحدة، هو اسمع معه هاي الجنس آخر شيء هو بمارس معها. قال آخر شيء نحن هلا بعد ما ظلوا 3 أيام 4 أيام بدنا نذبحون. قلت له شان شو هذا يذبحون؟ قال لي هو شغلتك هاي، نحن جاي انا جيتني فتوى، منين الفتوى جيتك؟ قال انا جيتني فتوى، منين هي مشاتكن؟ هي مشاتنا يصفي العاد، هي صفي شغلتك. قال انت بتاخذ مصاري ومصاري. انا امسك هي السكين وقول الله اكبر واذبح. حطينا كمشنا اول وحده، حطينا الله السكين الله اكبر وذبحنا اول وحده. خلصنا اول وحده، اجى زميلي كمان نفس الشيء. كمان صار يذبحها. نفس الكلام ذبحنا 4، خطفنا 10 من الحوائر اللي بحمص جبناها، صرنا عاد سيارة كيريو يطلع في منه نطلع فوق على الشقة نطلب منه إذن ياخذ منه حماية علو اللي شغل معك بشير 10 دقايق بدي منه شغلة هيك هيك ينزلوا، وفي منه احنا من الشوارع نطلب منه ناخذهم الجموعة وين بالأبو، حتى صاروا 10 أشخاص ايه مثلا جمعهم قبل العيد بنهارين، نهار العيد هذول نكبر عليهم نذبحهم، ليش محمد علو؟ انا هذه ما شاء الله تكون جيتني انا فتوى من العراق نذبحهم ما نسكت، اي كلمه كان يحكيها نسكت ما نحكي، اجينا قال انت بتقتل فلان وفلان وانت بتقتل فلان وفلان 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 وفلان، صرنا عاد بعد مثلا نهار العيد، ثاني نهار العيد
ذبحناه العشرة فتوى، هاي فتوى تجاهله هو، ذبحناه العشرة. بعد ما ذبحناه هون على هذا مشينا احنا بركيريو ناخذ على مقبرة مجمع جماعة جماعية أو مقبرة جماعية. رحنا بالليل صرنا ناخذ كل خمسة ستة سوا بالطبونة نحطه كلهم مع بعضهم دفناه هون. بعد ما خلصنا يصورون ايه هو تصوير الكاميرا على الجزيرة يحولون وهذول الجيش هو اللي يقتلون وكله هيك وهيك وهيك شو يكتب ما نعرف وعلى الجزيرة بس إن الجيش أنا العشر أشخاص مدنيين وحطوا أساس المدنية هو بيقتل هو الجيش عم بيقتل هو الجيش لا قتل ولا قرب